احنا اليوم كما هو معلوم عند الجميع عند كل مواطن المواطنات كل مناضل المناضلات تنحتفي بالذكرى العزيزة على الطبقة العاملة وعلى عموم الطبقة العاملة في العالم كامل بأسره اللي هو عيد العمال اللي هو مناسبة بطبيعة الحال للتعبير على المواقف وعلى المطالب وعلى الطموحات وعلى الاحتجاج كذلك اللي تنعبروا فيه دائما في خلال هذه المناسبة هذه خلال هذا العيد الأمامي اللي تنعتبروه شكل واحد النقلة نوعية في تاريخ النضال ديال العمال وديال الطبقة العاملة في العالم بأسره والمغاربة بطبيعة الحال والعمال المغاربة والطبقة العاملة المغربية كل سنة تتحتفل بهذا الذكرى وبهذا العيد الأمامي في سياق وطني سياسي واقتصادي واجتماعي الكل تيعرفه والكل تيعرف الدقة دياله والحساسية ديال هاد المرحلة هذه والكل تيعرف الدور ديال الطبقة العاملة المغربية بشكل عام في أداء الدور ديالها من أجل تنمية ديال هاد الوطن وبأن الطبقة العاملة هي رقم واحد في إنتاج ديال الثروة على الصعيد الوطني وفي هاد المناسبة وفي هاد الذكرى تتكون المناسبة كذلك باش نرفعوا الأصوات ديالنا والحناجر ديالنا المطالبة بالحقوق ديالنا الطبيعية الشرعية والمشروعة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق كذلك النقابية الحقوق في الحرية النقابية والحق ديال المفاوضات. هاد السنة كيف تعرف الرأي العام الوطني تتميز أساسا بالإعلان ديال الاتفاق الاجتماعي اللي كان 29 أبريل 2024 يعني في عشية فاتح ماي. هاد الاتفاق اللي كان فيه واحد مجموعة من المكاسب مهمة أساسية تنعتبروها أساسية ومهمة في هاد السياق هذا اللي الظروف اللي تتمر منه الطبقة العاملة في سياق ديال واحد ميزان القوة اللي الكل تعرف بأنه مختل ماشي في صالح الطبقة العاملة وما في صالح النقابة وفي طالعة ديالها هو الاتحاد المغربي للشغل. فاستطعنا أننا ننتزع مجموعة من المطالب اجتماعية ومطالب مالية واقتصادية اللي تدخل في إطار تحسين الدخل ديال الأجراء كافة الأجراء في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية. بطبيعة الحال ما تم تحقيقه لا يرقى إلى مستوى الطموحات ديالنا كطبقة عاملة لا يرقى إلى مستوى التضخم اللي تتعيشه بلادنا والغلاء والأسعار ارتفاع المهول الأسعار على جميع المستويات ولكن هذه خطوة من الخطوات ديال النضال وديال الكفاح ديال العمال وديال العاملات وديال كافة الشغيلة والأجراء مختلف القطاعات من أجل أننا نحسنوا الأوضاع ديالنا والأوضاع ديال الطبقة العاملة وبطبيعة الحال تحسين الأوضاع ديال واحد الفئات واسعة من الشعب المغربي الكادح الشعب المغربي المناضل الشعب المغربي اللي دائما تيكون في الموعد في جميع الاستحقاقات الوطنية الكبيرة في جميع القضايا الكبيرة واللي هو السد المانع في كل اللي تنواجهوا به كل التحديات اللي مطروحة علينا لا على المستوى الإقليمي لا على المستوى الدولي لا على المستوى القاري. وبالتالي هاد الشعب وفي الطليعة ديالو وفي الصفوف ديالو الأمامية اللي هي الطبقة العاملة تتستاهل أكثر تتستاهل التفاتة أكبر تتستاهل أنها تمتع بكل الحقوق ديالها المادية والمالية والاجتماعية والنقابية والحقوق الديمقراطية ديالها.
الحركة النقابية الاتحاد المغربي للشغل دائما في الطلعة ديال النضال. احنا دائما موجودين تناخذوا المكاسب اللي احنا تنحققوها، ولكن مباشرة من بعد منها ترفع الصوت ديالنا ديال الاحتجاج، لاننا مازال ما وصلناش للتجويد الكافي للحياة المواطنين والمواطنات والأجراء بالمختلف الأنواع ديالهم في جميع القطاعات. هذا هو السياق وهذا هو الإطار. في الجيهج تنهنيو الطبقة العاملة والعمال المغاربة في هذه المناسبة هذه، وتنقول تحية نضالية، وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال، وشكرا.